نمسك اعصابنا ونهدى شويه، عشان لو طلقه طلعت بالغلط كلنا هنموت. رد يا لطفي. الو. يا حاج. ايوه تامر، انت فين؟ لا رموني عند البيت. هو ايه اللي بيحصل يا حاج بالظبط؟ ما تفهمني. مش وقت رغي دلوقتي يا تامر. يعني ايه؟ انا بعت لك تذكره على الواتساب، تاخد باسبورك وتطلع على المطار. أول ما توصل كلمني طمني. ما تفهمني إيه اللي بيحصل يا لطفي؟ أنا كده عملت اللي عليا يا لطفي. جه الدور عليك. طب أنا في إيدي إيه أعمله لك بعد ما اتفقت مع زناتي؟ سلمني زناتي. سلمك زناتي يعني سلمك ابني؟ يبقى أنا استفدت إيه؟ ده أنا عملت كل اللي أنا عملته ده عشان ابني. انت ابنك ما يلزمنيش في حاجه. ابنك سجنه اللي هياخر ولا قدم حاجه بالنسبه لي، لكن رقبتي اللي هيحلها رقبه زنيتي. طب والوقت؟ عندي وصاغ سليم. هسلمني زنيتي اسلمك ابنك، وعشان تتاكد من كلامي هقول لك نطلعه زي بره البلد دي قبل ما نضرب ضربتنا. قلت ايه؟ سليم عنده حق. من ساعه المصيبه اللي عملها تامر ابني واحنا كل يوم بنتورط اكتر من اليوم اللي قبله، والسلاح اللي في ايدينا ده مش هيخرجنا من ورطتنا. امال اللي هيخرجنا يا حاج؟ انك تتفق مع الباشا؟ انا مش اول واحد يتفق يا زناتي. وبعدين ما احنا بنكسر فيه وبيكسر فينا من اول المشوار. وصلنا لايه؟ اسمع كلام عمك الحاج يا زناتي. احنا من الاول اصلا ما فيش بينا عداوه. بس بعد اللي عمله ابن لطفي كلنا تصرفنا بغشوميه. واولكم انا. تغشمنا؟ اه تغشمنا. بدل القتيل بقوا اثنين وثلاثه واربعه. ويعلم مين اللي جاي. مش قادر اصدقك يا حضرة الضابط. ليه يا متر؟ ده انا جاي لحد عندك عشان نشوف حل يرضينا كلنا. يا ريت. بس ازاي؟ عيب، ده انت محامي كبير وهتفهم الكلام. اسمعوا كلامي بعدين متر يحكم. السلاح اللي احنا رافعينه في وش بعض ده مش هيفيد بحاجه. نزلوا السلاح احسن. بيروت بيروت. طلعت الطلاق انا ما فاهم حاجه. ايه ده؟ طب انت انا مش بكلمك ما بتردش عليا ليه؟ حصل حته دين ترباها يا ده شادي، ما خطفوني وودوني في مكان غريب كده، كانوا هيغتصبوني اه، بس انا قاومت. مالك يا شادي انت عامل كده ليه؟ طيب بص بقى، انت هتنسى حوار بنت الكلب ده خالص وهتطلعه من دماغك، وهتبتدي حياتك من اول وجديد. وبكره تحصلني على بيروت، ماشي يا عم؟ ماشي يا شادي. في ايه؟ اسمع كلام اخوك. مش انا اخوك ولا ايه؟ واكتر من اخويا كمان يا تامر. عشان كده الخيانه لما بتيجي من الاخ بتبقى مره قوي يا صاحبي. عمري ما كنت اتخيل ان يوم ما توجع هتوجع من أقرب الناس ليه؟ عشان كده الوجع تمام هيبقى غالي هو يا صاحبي. ليه عملت فيا كده يا جماعة؟ ليه؟ ده أخوك. هو أنا مش كنت بقول لك إني خايف أكون لوحدي؟ شفت؟ بغباك خلتني لوحدي. انت جاي تلعب بينا يا جدع انت ولا ايه؟ لا يا زناتي، انا جاي اجيب لكم حل يرضينا كلنا بالقانون. القانون محتاج متهم علشان يحاكمه اسليم بيه. موجود. وده هنجيبه منين ان شاء الله؟ موت ندى يخص تامر، وتامر شويه هيطلع بره البلد لحد ما الحكم يسقط عليه. وانا اتفقت كده مع الحاج لطفي. يفضل ايه؟ يفضل كتير، موت زياد. يخص زناتي. نعم اخويا،
انتوا جايبيني هنا عشان تتفقوا عليا ولا ايه؟ اهدى يا زناتي، ما تقول كلام يدخل عقل يا سليم بيه. يا رأي يا متر، هو انا بقول حاجه غير الحقيقه؟ مش زناتي اللي موت زياد ولا ايه؟ انا اللي موتته، والبهاشر وكاتب كل حاجه يعني ما يقدروش يبيعوني، واولهم الحاج اللي جه اتفق معاك ده. ومين قال اللي انا عايزهم يبيعوك يا زناتي؟ امال ايه يعني؟ عايزنا ندخل السجن يا جماعه عشان سعادتك تتبسط وترتاح؟ لا يا زناتي، احنا كلنا دلوقتي هنتفق على شهاده واحده نقولها قدام النيابه. اللي قتل زياد هو المرحوم رفاعي. ايه الجنان ده؟ ورفاعي هيقتل زياد ليه؟ استنى يا معالي النايب، كمل يا سليم بيه. اهو المتر فهمني اهو. لازمته يبقى حد يتأذي فينا بسبب زياد. مرفعه هيشيلها وبرضه مش هيتأذي عشان خلاص مات. احنا زي ما جبتناش الفكره العبقريه المجنونه دي. عشان طول الوقت كنا بنفكر ان احنا نحارب بعض. مفيش مره واحده فكرنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونشوف حل. ايه يا متر، انت هتصدق الهلوسه اللي بقولها دي ولا ايه؟ استنى يا زناتي. استنى ايه تاني؟ لما تسلموني؟ وانا اسلمك ليه يا زناتي؟ انا ما يهمنيش مين اللي قتل زياد. انا اللي يهمني الناس ببراءتي. انا عارف ان انت قتلت زياد. زي ما انا عارف ان انت قتلت رفاعي وتيس. بس كل ده ما يهمنيش. اللي يهمني دلوقتي الناس بتحقي. وانا الكلام ده ما يدخلش ذمتي بمليه. انا موتك دلوقتي والبهوات يشهدوا معايا انك اتهجمت علينا. وانا موتك دفاعا عن النفس. وهي مش اول ولا اخر مره يشهدوا زور يعني. انتوا ايه؟ مش متفقين مع بعض؟ نعم. متفق مع مين وفي ايه بالظبط؟ اسمع زناتي، انا عارف انك متفق مع سليم تديله الفيديو ورفاعي يشيل قضيه زياد. ما حصلش. مش قلت لكم الجدع ده بيلعب بينا؟ الحكايه سليم بيه. الحكايه خلصت خلاص يا لطفي. نزل سلاحك انت وهو. نزلوا سلاحكم. نزل سلاحك يا زناتي. انت مش شايف اللي حواليك؟ لا شايف. بس انت كمان لازم تشوف ان مش زناتي اللي هروح اوانطه، ولو حد فيكم قرب خطوه كمان هفرتك دماغ صاحبك اللي انت متفق معاه ده، انت فاهم؟ اللعبه خلصت خلاص يا زناتي. وانت كده كده رايح. نزل سلاحك عشان نعرف نتكلم. مش هروح لوحدي. ولو كنت فاكر انتوا هتلعبوها بشوات مع بعض وهيشيلها الامين الغلبان تبقى غلطان. انا مش هروح لوحدي، انت فاهم؟ ومش هغرق لوحدي. لو هنغرق هنغرق كلنا يعني، عليا وعلى اعدائي. زناتي الحكايه خلاص، ما فيهاش امين وظابط. اللي غلط هيتحاسب. ما انتوا كمان بتغلطوا، ما حدش فيكم بيتحاسب. هو سليم ده حسبني في ايه؟ اهدى يا زناتي، اهدى عشان نعرف نتكلم. ما تقوليش اهدى، انا مش مجنون. اهدى يا زناتي، خلينا نعرف نتكلم. اهدى. أكيد دلوقتي صدقتني يا صلاح بيه. ولو مت دلوقتي ولا قتلني يبقى ذنبي في رقبتك. عهدة. هو ده اللي همك؟ اتفضل يا باشا، حط الله بيني وبين الحرام. مش هوصي تسليم، انا عاوز اعترافات واضحه. مش عاوزين كل اللي عملناه ده يروح على الارض. ما تقلقش يا باشا، هقررهم لك واحد واحد. انت ما تعرفش عماد بيه تعبني قد ايه لحد ما وافق ان انا اقدم طلب للنيابه بتسجيل المقابله دي. حتى النائب العام ما وافقش غير لما وعدته. الموضوع ده كله شايلون على مسؤوليتي بشكل شخصي. متقلقش، لو خرجت من جوه عايش مش صغر رقبتك. خد بالك من نفسك يا سليم. كله على الله.
كان نفسي يطلع عايش عشان يدفع تمن اللي عمله. اللي ما دفعوش في الدنيا أسليم هيدفعه في الآخرة. أظن أنا كده عملت كل اللي عليا ووفيت بكل وعودي. ما عادش فاضل لي دلوقتي غير إن أنا أقبض على ابن لطفة والمجد عشان حقي ندم. والشكل ده أبقى خلصت القضية دي خالص. سليم، شغل نفسك بحاجات مش هتفرق كتير. حتى لو أنا اقتنعت إنك بريء، ما أعتقدش إن ده هيغير في موقفك القانوني في حاجة. افرض لو ساعدتني أجيب دليل براءتي. إزاي؟ أنا عندي خطة ممكن نجيب اعترافات منهم وتسجيلات منهم إن هم اللي عملوا كل ده. بس عشان ده يحصل محتاجين إذن من النيابة. وأنت الوحيد اللي تقدر تساعدني. أنت كده عملت اللي عليك. ابن لطفي ده بتاعنا. أنا اللي هجيبه. تجيب المهم؟ تفضل يا باشا. عاقبني بس سيبوني يا رب، سيبوني يا رب، ما عنديش غير قتلي. شريف بيه، أنا مجرد مستشار قانوني، وبحكم إن أنا محامي ما أقدرش أطلع أسرار موكلي بره أبداً. طب والشهادة الزور؟ التستر على مجرم هربان من العدالة وإخفاء الأدلة؟ عملت كل ده عشان أحمي ابني، لأني ما عنديش غيره. عشان يربيني. ما هو قولك في طهارة النائب تميم زهدي في الأمر؟ الحقيقة تميم كان معايا خطوة بخطوة، هو كان على دراية بكل حاجة. أنا من رأيي بقى تسيبك من كلام المحامين ده، مش هينفعك بحاجة. لا، هقول لحضرتك على كل حاجة. اكتب يا ابني. يخلى سبيل كل من سليم عبد الحميد الأنصاري وإبراهيم سعيد السني من سرايا النيابة. مبروك يا ابراهيم. مبروك عليك الورقه يا سليم بيه. تلاش الموضوع حسن الضبع، خلاص خلص. كلها كام يوم وهتلاقيه في الكلبش. كلبش؟ فاكر كلبش يا سليم بيه؟ انت بتضحك، دي كانت ايام سودا يا جدع. الحمد لله يا بيه، كفايه بس ان انا اتعرفت عليك. الحمد لله. خلي بالك من نفسك. ربنا يسعدك يا سليم بيه. ما تنساش تبقى تعزمني في الفرح بتاعك. فرح ايه ده؟ يبقى كله ظباط، شايف عازم مسجلين. ربنا يا رب يبارك فيك يا بيه. مبروك يا ابراهيم، مبروك. تعالى بقى اطمنه لحسن يجننوا عليك. الحمد لله. يلا تعالى. يا قلبي يا قلبي يا قلبي. عبد الله على سلامتك. وحشتوني يا Thank you.
نورت بيتك يا ست البنات. ده بيت صالح ابو فضل وهيفضل طول عمره بيت صالح ابو فضل. عم صالح يفضل طول عمره عايش طالما عنده بنت زيك. سابني لوحدي يا سليم؟ مفيش الكلام ده، محدش سابك لوحدك. احنا اخواتك ونفضل حواليك اي وقت هتحتاجينا هتلاقينا. حديت اللي دماغك ناشفه، قلت لك تعيشي معانا. ولو ما عجبكيش تعيشي عند مامة سليم بيه تيجي تعيشي معايا انا، مع سميحة ورؤية والبنت نورة وهيهيصوك هيصة، يعني أحسن صداع في الدنيا يجي. ومين اللي هيفتح البيت؟ يا ست ما تقلقيش، احنا إن شاء الله هيتفتح بنفسك وإحنا هنجيلك وهننطلك هنا وهنجيب عيالنا وهنهيص ومش هنسيبك ولا أسبوع واحد، مش كده سليم بيه؟ صح، ما تشيليش هم. يلا. شوف وشك بخير، خلي بالك من نفسك. وانت كمان. عمي يلا بقى. نسيت ان الدماغ مرتبط. مبروك يا سليم، بكره الصبح تقدر تستلم شغلك ان شاء الله. شكرا سعادتك. عايز تشكر صحيح؟ تشكر بقى صلاح بيه. هو اللي شال الليلة كلها على مسؤوليته الشخصية. لو فضلت طول عمري احاول ارد لك الجميل اللي عملته معايا مش هقدر. بلاش الكلام الكبير ده يا سليم. احنا هنا عشان ننفذ شغلنا وبس. ويا ريت نعتبر اللي حصل ده فرصة نراجع نفسنا ونتعلم منها. عندك حق يا فدية. يلا. ربنا بقى معاكوا في اللي جاي. مش عاوزين مشاكل تاني يا سليم. مش عاوز تجيني عنك اي مشكله يا باشا. وانا بتاع مشاكل؟ خلاص خلاص اتعلمت. طب كويس، بس انا بقى مستغرب سعادتك لما قلت كلنا لازم نتعلم. اه طبعا كلنا لازم نتعلم، واولكم انا. انت عارف يا سليم انا ليه ساعدتك؟ ليه يا باشا؟ انا ابويا كان ضابط في الداخليه، في الفتره اللي انا اتخرجت فيها من الكليه كان هو بيخدم في الصعيد في التسعينات أيام موجة الإرهاب والحاجات دي، وكان عنده ضابط تحته كان عنيف قوي، وأبويا حاول كتير يرجعه عن عنفه لكن هو كان مصر، لدرجة إنه ربى عداوات كتير قوي بين أهالي الصعيد وبينه وبين الإرهابيين لحد ما قرروا يتخلصوا منه. غريبة دي، أهلي وإرهابيين مع بعض. شفت الافتراء بقى؟ ويوم ما قرروا ينفذوا جريمتهم استنوه قدام المدورية، وخرج ابويا وخرج الضابط ده وراه، فتحوا النار ودارت معركة. ابويا اتصاب برصاصتين في ظهره العمود الفقري، اتشل وقعد على كرسي لا بيتكلم ولا بيتحرك. طب الضابط التاني؟ اتصاب في رجليه، دخل المستشفى وتعالج وخرج ورجع لشغله، فضل يترقى ويترقى ويترقى لحد ما بقى في المكتب اللي احنا لسه خارجين منه ده. عماد بيه؟ الحمد لله ابويا عايش بس قاعد على كرسي لا بيتحرك ولا بيتكلم. ربنا يديله الصحة، بس برضه معلش يعني أنا مش فاهم اللي حصل ده إيه علاقته بيا. في الأول خالص أنا كنت مصر أجيبك بإيدي وبسناني وأسلمك بنفسي، إنك كنت بالنسبة لي نسخة مكررة من عماد، لكن لما اكتشفت براءتك اكتشفت إنك نسخة مكررة من أبويا اللي دفع تمن غلطة واحد تاني. الحمد لله. خد بالك من نفسك يا سليم. أنا مش عارف أرد لك الجميل ده إزاي. لو عاوز ترد لي جميلة بجد أوعدني إنك لا تظلم ولا تساعد ظالم. ولا أعمل مشاكل. ولا تعمل مشاكل.
السلامة سليم. خلاص خلصت. راضي عني يا سيادة اللواء؟ راضي عني. طول ما احنا عايشين هنفضل نغلط، لكن المهم إننا نتعلم من غلطنا. مش كل اللي بتشوفه عينينا لازم بالضرورة يكون حقيقي. الشر له ألف وش ووش، والخير كتير بيبقى متداري. ولحد يوم الدين هيفضل صراع قائم ما بين الخير والشر، ودورنا إننا ندور ونفكر ونحس علشان نعرف نختار طريقنا ونمشي فيه لحد ما نوصل للحقيقة. الحكاية ما خلصتش على كده، الحكاية لسه فيها كتير.